السلام عليكم وجمعة مباركة. اليوم الفلوق الثاني من مدينة أقادير المغرب. طبعا بالمغرب يوم الجمعة يعني الكسكسي. من عادات وتقاليد المغاربة يأكلون كسكسي يوم الجمعة. احنا راح نروح المطعم مشهور كلش على طريق مدينة تغازوت، يعني هو صاير بين أقادير وتغازوت. هذا المكان يبعد من 20 دقيقة إلى نص ساعة بالسيارة. طبعا مثل ما جاي يشوفون الطريق كلش حلو والمناظر والطبيعة المغربية تخبل. ووصلنا للمطعم، هذا المطعم مشهور هنا في مدينة أقادير باسم المطعم الفلسطيني. أول ما تدخلون تشوفون مكان لعب الأطفال الكيدز إريا، ومثل ما تشوفون الخضار والمناظر الحلوة. هذا ديكور المحل جدا حلو. هذا المطعم يعتبر من الأماكن السياحية لأنه مطل على البحر وبمناظر جدا جميلة. وبعد ما انتهينا من التصوير جابونا الكسكسي. الكسكسي طبعا يتقدم مع اللبن، هذا لبن الجاموس، والمرقة اللي تتقدم وياه. طبعا الشكل والريحة كلش طيبة. هذا المطعم يقدم جميع الأكلات المغربية وبعض السناكات مثل البيتزا والهمبرجر وهاي الشغلات، بس أطيب شي عنده تاكلوه الكسكسي. طبعا ما سولف لكم على الطعم كلش طيب. اللي يجي المغرب لازم يجرب الكسكسي يوم الجمعة. بعد الأكل جينا لهذا المكان الكلش حلو حتى نشرب قهوة ونستمتع بالمناظر الحلوة والجميلة، لكن للأسف كان عندهم فيستيفال والمكان كله محجوز. ترى نرجيلة جينا هنا يم الأخ عنده هنا أواني فخارية كلش حلوة. هذا المحل مالته كلش حلو. اللي يحب يجي هنا النرجيلة هاي كلش رخيصة، سعرها 120 درهم. المكان بالضبط مقابل سوق الأحد. وبعد
بعد جولة السوق توجهنا لهذا المكان اللي موجود بمارينا. القهوة كانت عدة كلش طيبة، وهذا كان الفلوق الثاني من مدينة أقادير المغرب. إذا عجبكم المحتوى ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك. شكرا لكم.